يبنى أو كلمة يسعى من أجل أن يصبح العراق هادي وآمن وكذا تريد أن تدمر. ما رأيك أستاذ سرمد بهالحكي هذا الخطير؟ حقيقة أنا أيد وأثني على ما قال الأستاذ عدنان، لكن أنا عندي بعض الملاحظات حول ما تفضل به الأستاذ حازم السمرائي. أستاذ عدنان، نعود مرة أخرى إلى المجاميع الإرهابية اللي تدزها إيران، المجاميع الميليشيات اللي تدربهم. يقال كثير من الأهوازيين، يعني ما أقول المفروض أقول أحوازيين، بس لأنه أنت تريد أهوازيين فأقول الأهوازيين، كثير من راحتك. كثير من ال شو اسمه هذه القواعد العسكرية اللي يدربون فيها هؤلاء الإرهابيين هي تقع في منطقة الأهواز، هل هذا صحيح؟ بطبيعة الحال مثل ما ذكرت لك قبل قليل، إنه يعني أكبر حدود موجودة منطقتنا والجانب العراقي، يعني تمتد من القصبة إلى اللي هو الفاو بالواقع، إلى دهلران وموسيان. هاي حدود، يعني حدود يعني تقريبا أكثر من 600 كيلومتر. فطبعا مناطق موجودة هي قريبة للحدود، وخاصة منطقة البسيتين اللي دارت حروب ومعارك طاحنة في منطقة البسيتين. هناك إيران أسست معسكرات كثيرة، تدريب. ويعني أذا تتذكرون المجزرة اللي قامت بها إيران ضد الجيش العراقي عندما زمان صياد شيراسي، نعم، اللي سميت باليوم الشهيد، النظام العراقي السابق سماها، هي هاي المقتلة اللي قام بها النظام الإيراني للجنود العراقيين العزل، أطلق سراهم على أساس يرجعون للعراق، وفي أرض مبسوطة ومسطحة قاموا بقتلهم بالرشاشات. وأصور نفر أو نفرين قدروا يخلصون أنفسهم والجانب العراقي ويبلغون الجيش العراقي بما حدث لأصدقائهم ورفاقهم في الجبهة. فعلى كل حال، فإيران يعني أسست هذه المعسكرات، الآن أصبحت هذه المعسكرات هي اللي تدرب فيها هذه المجموعات، المجامع التخريبية، مجامع القتل والدمار في العراق. وحتى لدينا معلومات على أنه إذا مجموعة اجت دربت في معسكر ما ومجموعه اخرى اجت بنفس المعسكر، على ان يجب ان لا تعرف هذه المجموعه اللي سبقتها. كل 15 يوم اكو دوره. هذه معلومات مؤكده، وهي هذه المعسكرات تابعه لمنطقه البسيتين، المناطق الحدوديه اللي قريبه للشيب، وهي معروفه. زين، هي حينما تقوم ايران بتدريب هؤلاء المخربين الذين يريدون زعزعه استقرار العراق، كيف تجلس مع الحكومه العراقيه وتتوادد معها وتقول نحن نريد استقرار العراق والعراقيون اشقائنا؟ كيف تتكلم هكذا وهي تدرب المخربين داخل اراضيها؟ طبعا جناب الدكتور نبيل، يعني كيف ممكن أن لا تقوم بهذا الشيء؟ يعني هي المفروض تغطي على كل، تكذب على العراقيين، المفروض تغطي على كل الجرائم اللي تقوم بها بالعراق. فهي تدعي أنها لديها علاقات ودية وحميمة مع الشعب العراقي، وتريد له السعادة وتريد له الخير والرفاه والاستقرار، لكن في حقيقة الأمر هي تعمل. ليش ما تسعد شعبها أول؟ يلا تسعد الشعب العراقي. يعني شوف، يعني دكتور نبيل، إيران جاي تصرف المليارات لمخططاتها وأطماعها في المنطقة، وذلك من أجل السيطرة والهيمنة على المنطقة لتعيد أمجادها. هل تستطيع حازم الحكومة العراقية أن تتحرر الشعب العراقي؟ أستاذ سرمد، متى تنتفض الحكومة العراقية وتقول للإيرانيين كفى تدخلا، كفى ترسلون لنا المخربين
والذين يزعزعون استقرار العراق، وبالتو رئيس الوزراء قام بعملية بالبصرة ومدينة الصدر وميسان، ويعني نوعا ما الأمن شوية استقر، لكن هذا يبدو لا يحلو الإيرانيين. فمتى تقول الحكومة العراقية يا إيرانيين كفى ثم كفى ثم كفى؟ يجب يا دكتور أن يتم إلغاء النفوذ الإيراني في داخل أذرع الحكومة، أولا داخل حكومة الاحتلال وداخل البرلمان ومؤسسات الدولة والجيش العراقي والأمن، يعني تنظف الحكومة نفسها من هذه الشوائب اللاعق الموجودة في داخل الحكومة. وإحنا نعرف هذا ما صار كلام سر، الحكومة العراقية لا تستطيع حكومة الاحتلال، لأن هنالك أذرع إيرانية في داخل سلطات التحقيق ووزارة الداخلية ووصلت إلى مستوى رئاسة الوزراء. هذا الكلام مو جديد، يعني قال الدكتور أياد علاوي، نوه له حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي الأسبق اللي